السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. لمن يريد حجز القراءات الخاصة حبايب قلبي، لينك الأدمن في صندوق الوصف. رسالة اليوم حبايب قلبي، الرسالة هنا عايزة تعرفك ان الطريق مفتوح، الطريق اللي انت شايفه مغلق هو مفتوح، بس محتاج منك استقبال حقيقي، يعني تدي طاقة للكون بانك مرحب بالتغيير، مرحب بالطاقات الجديدة اللي داخل عليها، مرحب باي شيء يحصل في حياتك في الفترة اللي جاية يدي طاقة الانقلاب او التغيير. طلع الطاقة دي منك واعتمد على ايمانك. عندما تعتمد على إيمانك الحقيقي بالله وبتسخير الكون لك، هيصبح السلام حقيقي في حياتك. انت بتتمنى طاقة السلام، طاقة الإرشاد والنور، بتتمنى إشارة تطلعك لقدام. المشكلة ان انت عندك أصلا يقين بالحاجة اللي هتحصل، وجاي لك إحساس وإرشاد بإنك هتكون في المكان ده، أو هتكون مع الشخص ده، أو هتعمل المشروع ده، بس ينقصك الإيمان. اعتمد على إيمانك واعرف ان اللي جاي لك هو اللي انت بتفكر فيه، لان ربنا بيبعته لك عن طريق الحدس والإرشاد الإلهي. يوجد أخبار جيدة جاية لك، أخبار جيدة. لو انت بتشوف الريش الأبيض كتير في الفترة دي أو الحمام الأبيض، ستسمع خبر سعيد، أخبار سارة، دخول أشياء جديدة في حياتك، فرحة أو زواج أو احتفال، وخروج أشياء سيئة من حياتك وقريبا. وإنت حاسس بده على فكرة، إنت حاسس، يمكن كنت حاسس بالقسوة شوية من طاقات الكون أو من الحاجات اللي إنت بتمر بيها، ويمكن حسيت بالخنقة شوية وبإن حد تخلى عنك، لكن ده ما كانش تخلي، ده كان تخلي من أجل التجلي حبيبي. يعني لو حد بعد عنك في الفترة اللي فاتت دي وحسيت ببعده عنك فعلا، الشخص ده بيوصله إرشاد إلهي علشان يتخلى عنك، علشان يحصل التجلي، لأن الشخص ده عنده يقين إن أنت هتكون في حياته، عنده يقين، لأن أنتوا في هنا منكم أزواج من زمن آخر وراجعين هنا عشان تخلوا عقود الروح دي تتم. أنتوا أرواح أتت من أجل الحب اللا مشروط للبشرية كلها، لتقتربوا من الحب، وعلشان تقترب من الحب تحب نفسك وذاتك أولا، وتأمل كتير. انت شخص بيجي لك اهتزازات كونية، علامات وإشارات، بتشوف الفراشة في الفترة دي كتير، تمام، والريش بكثرة، دي علامات كونية، واللي بيجي له دايما رقم 2, 2, 5, 4, 1. الارقام دي لما بتجيلك طبعا بتكررها، 1, 1, 1, 5, 5, 5, 2, 2, 2، ويمكن رقم 7 كمان بيجيلكم. الارقام دي معناها انك انت بتتأهل لفترة جديدة في حياتك، معناها انك انت ستنمو، معناها انك انت هتركز على انك تخرج الكارما من حياتك، انك بتقفل دايرة كارمية في حياتك، وبتتخلص من اعداء، وبترتب امورك، وبتعمل حاجات في الفترة دي على انك تقدر انك تتحكم في حياتك الفترة اللي جاية. يعني اللي انت بتركز عليه واللي هو اللي انت ترغب فيه هو اللي هيحصل. خليك عقلاني في الفترة دي، واعرف ان الاشارات اللي بتجيلك دي مش من فراغ، في بوابة جديدة بتفتح ليكم، في حاجة جديدة بتقولك انت هتكون في طريق تاني. طلع صوتك واتكلم، واعرف انك مش هتلاقي الصدد، الكون هيستقبل، الشخص اللي انت بتتمناه هيستقبل، البوابة هتتفتح لك، بس حاول انك تكون مستمتع بالحاضر اللي انت بتعيشه حاليا، وانت هتلاقي الدعم الكوني. لما تكون دايما متصل بحاضرك الممتع، الكون بيفتح لك ذراعيه، فحاول انك تستقبل وتكون مبسوط بالحالة اللي انت فيها، حتى لو كنت بتمر بحالة سيئة. فكل دي حبايب قلبي اهتزازات للحصول على الدعم، يعني كأن ربنا بيأهلك للمرحلة الجديدة.
في حاجة في حياتك هتخليك تشوف حقيقتك الأصلية، وهتكون متفاجئ ومندهش بالحالة الروحية اللي انت هتكون عليها. هتشكر كتير وهتمتن لله والملائكة والتسخير الكون لك. هتشوف ما هو أفضل في حياتك. هيحصل عندك زي توسع مادي وتوسع في الرؤية الصحيحة، يعني كأنك هتشوف بعين الله، كأن رب العالمين هيخليك ترى ما لا يراه الآخرين. تعرف أعدائك من أحبابك، هتشوف المساعدة الإلهية والمساعدة الكونية حقيقي. حاول إنك تنسجم مع طاقة الكون وتتصل بالطبيعة علشان تلاقي السلام في حياتك. عندما تنسجم مع الكون وطاقة السلام والحب، لا يمكن تفكيك السلام من حياتك. هتعيش في سلام دائما. عندك العين الثالثة مفتوحة على فكرة وبقوة، وبيجي لك إرشادات من طيور أو من فراشات أو من طائر معين أو من الطبيعة عموما. كلما زادت الطاقة دي عندك، هيكون عندك عزيمة بتحملها جواك في إيمانك بالله سبحانه وتعالى. هتصبح أكثر حرية لما تزداد عزيمتك دي وطاقة الحب والسلام جواك وطاقة الإيمان بالله، الإيمان الداخلي اللي جواك. هتكون أكثر حرية عن كده، وهتقدر تعبر عن ما بداخلك. على فكرة بتجيلكم إرشادات من النجوم كمان ومن أوراق الشجر لما بيتساقط، يمكن بيديكم إشارات. على فكرة عندكم للبعض هنا، كتير منكم عنده قدرات خاصة وبتدعمك طاقات الحب الكونية. يمكن انت كمان من الاشخاص اللي بيحبوا الاطفال جدا جدا جدا، علشان كده طاقتك بتتجدد بيهم. طاقتك شفافة قوي يا صاحب الرسالة، بتستشعر الطاقة وحساس جدا للطاقات. يمكن ده وقت التنازل علشان ما تكونش ضايع. ناس هتقولي انا تنازلت كتير، يبقى الرسالة مش ليك. الرسالة لحد هنا مش قادر انه يتنازل ويتكلم ويتحدث ويطلع اللي في قلبه. عندما تكون جاهز لانك انت تتكلم وتطلع اللي جواك، هتتناغم مع طاقة الحب. انت عندك قدرات خاصة بتقودك للتوفيق في حياتك. محتاج انك تجدد علاقاتك، محتاج انك تتواصل اكتر، تصاحب ناس جديدة، تطلع من الشرنقة اللي انت حابس نفسك فيها، تتجدد. انت بتشوف طاقة الفراشة كتير، يعني انت بيتقولك ابدأ بداية جديدة بقى، كون صداقات، كون علاقات، ابعد عن الطاقات القافلة دي، يعني ما تبقاش قافل من الناس كلها. خلي ايمانك يتجدد كمان. حافظ على صلاتك في الفترة دي علشان تصنع تأثير السلام في حياتك. الصلاة والقرب من ربنا ليهم تأثير كبير جدا في الاستقبال حبيب قلبي، والقرب من الحاجة اللي انتوا بتتمنوها، والقرب من السلام الداخلي. سفينتك هترسى على مرسى بإذن الله، مش هتفضل كده. الحاجة اللي انت بتتمناها جاية لك. داخل ليك أشياء جديدة وخارج من حياتك أشياء صعبة. خليك منفتح وحاول انك تعمل حركة معينة. حاول انك تنتقل من الطاقة دي إلى طاقة أحسن. في حد داخل حياتكم على فكرة، رجل داخل حياتكم او امرأة داخل حياتكم، والشخص ده هيكون رقم واحد في حياتكم. رقم واحد هيخليكم ترسوا على مرسى انتوا عاوزينه، او هيخليكم ترسوا على قرار. يعني في منكم هنا يعني مأجل قرار معين في حياته ومش عارف يعمل ايه. طيب عايزة اقول لكم كمان ان يمكن انت قابلتك عقبات وحاجات في طريقك كتير كانت قافلة معاك الطاقة، بس العقبات دي هتتشال بإذن الله. واللي منكم كان عنده سحر تعطيل هيتفك بمقابلة شخص معين شفائي في حياتك. يمكن الطريق كان طويل عليك والعقبات كانت كتيرة، بس دي علشان كان زي اختبارات علشان تختار طريقك الصحيح للوصول لهدفك. واضح ان كانت العقبات دي في طريقك علشان تعرف قيمة الشيء اللي انت هتوصل له، الهدف اللي انت دلوقتي بتسعى عليه.
في رفيق هيدخل في حياتكم، يا إما رفيق روح يا إما رفيق آمن وهو بيحميك، يعني شخص وفي جدا، رفيق جيد، أصدقاء جيدين في شخص معين هو بالنسبة لك الأمن والأمان، هيدخل في حياتك بأمن وأمان. وأخيرا الرسالة بتقولك إنك أنت هتتحرر، أنت أخيرا هتكون حر. اتبع الآن الفرصة اللي بيبعتها لك القدر للسعادة، فرصة جديدة لأنك ترمي الماضي خلف ظهرك وتبدأ من جديد. يا ترى هتغتنم الفرصة دي؟ اتعلم بقى من اللي فاتك وفك التعلق، وحاول إنك تكتشف الأسرار اللي ربنا بيفتحها لك في اليومين دول. في ناس كتير حواليك زي أعداء أو خائنين بيتكشفوا قدامك وإنت بتعرفهم، ياريت تاخد حذرك منهم علشان ما ترجعش تعاني تاني، لأن الناس دي سببت لك في معاناة وألم كبيرة جدا ما كنتش قادر إنك تتخلص منه. تعبوك في طريقك وكانوا بيعترضوا طريقك في كل خطوة، علشان كده ربنا هيخلصك من الطاقة دي بإذن الله، ولأن دي مرحلة انتقالية في حياتك، وده وقت المرحلة الجديدة والدخول للتغيير والحظ السعيد والربح المادي والنجاح، فتقبل الشيء ده علشان داخل لك بكل سهولة ويسر. تمام، مشاكلك كلها هتتحل بإذن الله، ولو في مشاكل أسرية هتتحل بإذن الله وانت هتخرج من محيط سام. تمام، أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.